السلام عليكم، كدايبي لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بيتزا عائليه بعجينه طريه وخفيفه وبواحد الحشوه اللي بسيطه وسهله في التحضير. تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو في المقادير. بسم الله، عندي شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره، حبوب بيضه كامله، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، عندي شويه ديال الزعتر. الا بغيتو ديروا الطريه ديال البيتزا ممكن انكم ديروها. كاس لاوب ديال الماء، كاس لاوب ديال الحليب، الماء والحليب يكونوا دافيين، كاس لاوب ديال الزيت. هنا خلطت الزيت بلديه مع الروميه. بالنسبه للدقيق عندي 4.5 كيسان بربع كاس ديال العنبه. هنا غناخد بول فاش غادي نخلط، غندير فيه كاس ديال الماء، كاس لاوب عفوا، غنضيف عليه الحليب ونضيف الزيت. يعني غنضيف المقادير كلهم، البيضه، البيضه ضروري تكون كامله، السكر سنيده، الزعتر، ونضيف حتى الخميره، ملح تقريبا معلقه صغيره. غنخلط بالخلاط اليدوي. هنا غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. الا بغيتو تخليوها تختمر، يعني الخميره تتفاعل مع الحليب والماء والزيت، ممكن تخليوها. انا هنا غنبدا نخدم فيها نيشان، غنزيد الدقيق شويه بشويه. العجينه ضروري خاصها تكون خفيفه، ما تكونش قاصحه. الدقيق ضروري خاصو يكون مغربل، نزيدو شويه بشويه، ما نخلوش الدقيق في دقه واحده، نديرو شويه بشويه حتى نحصلو على العجين اللي بغينا. راكم عارفين الدقيق، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، يعني باش ما نتزرفوش. هنا العجينه غنجمعوها غير بيدينا، يعني ما غندلكوها ما والو، غنجمعوها صافي وغنخليوها تخمر. ها هي العجينه كما كتشوفوا، هنا باقا العجينه كتكون كتلصق، يعني هذه هي العجينه اللي بغيت نحصل عليها، ما تكونش قاصحه بزاف. صافي كما شفتوا، دابا غنخليها على جنب، نغطيها ونخليها حتى تخمر ليا، تطلع يعني الطوب العجينه، ونمشي دابا نوجد الحشوه عاد نرجع معكم. هنا بالنسبه للحشوه، خديت بصله قطعتها طوانشات رفاق، وقطعت حتى الفلفله كذلك، غنديرهم جوجهم في مره واحده، يعني ماشي ندير بصله بوحدها وفلفله بوحدها، اصلا كلهم غيتخلطوا في البيتزا، يعني ماشي بالضروره كل حاجه تحرب بوحدها. غنضيف شويه ديال الزيت، ونضيف عليهم شويه ديال الابزار، ونضيف عليهم شويه ديال الملح، صافي ونشحرهم. هنا في نفس المقله اللي شحرت فيها البصله والفلفله،
معايا شويه ديال البزار شويه ديال الملح. صافي وغنخليها تطيب. راكم عارفين الكفته بعدا هي كتشحن. بالنسبه لصوص الطوماط خديت انا صوص الطوماط الجاهزه ديال سوليس، ضفت عليها شويه ديال مطيشه ديال الحك، راس ديال الثومه محكوك، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الزعتر، وغنضيف عليها جوج عويدات ديال الازير. الازير كيعطي لها واحد المذاق اللي زوين. غادي نخليها طيب غير شويه حيت هي ديجا يعني كتكون واجده. هنا بغيتها طيب شويه باش تطلق فيها ديك الثومه وتطلق فيها الزعتر والازير. هنا من بعد ما خمرت ليا العجينه كما كتشوفوا غا طوبلات، ناخذ شويه ديال الزيت بلديه وغنجمع بها العجينه ونخرج حتى هو اللي فيها. كما كتشوفوا ها هي العجينه دابا واجده من بعد ما خمرات، راها كتكون رطبه بزاف يعني ما كتكونش قاصحه وما كتبقاش تلصق في اليدين ملي كدهنوها بشويه ديال الزيت. كما كتشوفوا هنا غنقسمت العجينه على جوج كورات. غادي ندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت ومدا نطلق فيها، غنطلق شويه بايدي وعاد غنكمل بالدلاك. نحاول نسرحها شويه هكا بالدلاك. هنا خديت لاطا وغنهز باش غندير البيتزا، دهنتها بشويه ديال الزيت ورشيت عليها شويه ديال السميده الرقيقه. صافي كما كتشوفوا هنا غنخبوا هاد الفرشيط. غنديب لاصوص طوماط وغادي نسرحها على العجينه كامله. غناخد البصله والفلفله اللي كنت وجدت من قبل. الفلفله كما كتشوفوها ما كنخليهاش تدبل بزاف، كنخليها شويه شاده في راسها. صافي وغناخد الكفته حتى هي اللي كنت وجدت. هنا زدت ضفت حتى شويه ديال لي شامبينيون. وندير شويه الزيت ونكحل. هنا صافي غندير شويه ديال الفرماج محكوك. الفرماج بصراحه ما كنبغيش نديرو في الاول، كنبغي حتى طيب البيتزا يعني طيب ليا لاباط. اصلا البصله والفلفله راه طايبين والكفته طايبين يعني غير لاباط غير طيب. عاد كنبغي ندير الفرماج من الفوق. دابا غندير غير شويه صافي حتى طيب ونعاود ندير الكميه اللي بقات. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا من بعد ما خرجتها من الفرن. كتجي لذيذه بزاف وهشيشه. كنتمنى انكم تجربوها لان بالفعل كتستحق التجربه واقتصاديه. نتمنى الوصفه ديال اليوم والفيديو ديال اليوم ينالوا اعجابكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله.